وسط المساحة، كرة عرضية، كرة رأسية، كرة عرضية، كرة رأسية. الآن النتيجة 2-0، من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. المباراة تقاضي هنا في إضافة هدف آخر. غوريتسكا هجمة مرتدة الآن، من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير، والآن لديه مساحة كبيرة يحاول أن يسدد الكرة بنفسه. لا يمكن أن يضيع بذلك. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، مشاهد رائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين. كرة فرصة متاحة وخطيرة جدا، باص سيء لم يكن بشكل جيد، هي بابي من الأهداف. يلعب كرة بينية، يلعب الكرة العرضية، أوسي لم يكن منتظر، كان معهم كثيرا في هذا. قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. يلعب بابي، والأمام فكرة ممتازة ولكن تنفيذ لم يكن جيد. بينية رائعة، ينجح في الضربة الرأسية ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في مدرج بابي. يحاول أن يلعب كرة بينية، يرسل كرة رأسية روعة.